شرفنا الآن زميل العزيز أحمد فوزي الحديث عن أداء حراس المرمى النهارده. مساء الخير وألف مبروك. مساء الفل. الحمد لله والله يبارك في حضرتك. الحمد لله على الثلاث نقاط. دخلنا نفسنا في قصة كده زي آخر خمس ست ماتشات، بس الحمد لله مصطفى شوبير كان عندها بفضل الله سبحانه وتعالى. قلقت في الآخر. بصراحة آخر ربع ساعة بعد التعادل كان الماتش يقلق ويخوف إلى حد ما. البينالتي قرب الماتش شوية للإسماعيلي وصعب الأمور علينا شوية. يعني هو مش قربه، هو خلى الإسماعيلي أصلا للأمانة الإسماعيلي كان ند قوي سواء الشوط الأول أو الثاني، للأمانة الواحد يقول ليه واللي عليه، فداهم حماس وروح أكتر شوية. طبعا على العكس يمكن احنا ضيعنا كتير، روحنا باربع فرق، احنا ما ضيعناش على الجول. ايوه بس بنوصل 3 4 وكل واحد بيأنن في الكوره فبتتقطع 3 4 بيبقوا اتضربوا، فدي مشكله كبيره عندنا، خلت اللعب في 70 يارده بالنسبه لنا وخلت المساحات عندنا في الدفاع واسع شويه. يعني ده تعقيب صغير، انما الحمد لله على الثلاث نقاط. اتكلم في الجزء بتاعي، يمكن بعد المباراه انا كتبت على طول ان مصطفى مان اوف ذا ماتش وهو يستحق، وتكملة لمستواه الهائل في الفترة السابقة نتمنى له التوفيق، ومش هقول له ستوب، لا ده انا هقول له استمر وكمل وعايزينك تبقى احسن من كده كمان. يمكن النهارده بيبان انه اسد بصراحة، حتى البنالتي الله اكبر لمسها، هو نزل سنة بدري بس لمسها. فيعني الحمد لله لما تيجي تتكلم على ست كور محققة منهم ضرب الجزاء يشيل منهم واحدة، فأنت يعني ما شاء الله تتكلم في مثلا 85% 84% نجاح منقطع النظير للأمانة، لأن في حاجات وصلت النجاح كان في حاجات راس براس، يعني في ثلاث كور في الجيم راس براس، يعني أنا والمهاجم وبلعبه وبيلعبني هنبين كل حاجة بالكلام. صحيح. فنبتدي مع اللقطه الاولى في الدقيقه الاولى. كابتن شريف اتفضل، حضرتك عايز تقول انا بس على ضربه الجزاء دي انا عايز اعرف حاجه من حارس المرمى، هل هو المفروض يتحرك مع استيميشن من عنده ولا مع بعد ما الراجل اللي بيسدد يسدد؟ طيب يعني هل انت اللعيبه بتاخد استيميشن؟ اللعيبه معروفه اولا، بمعنى كل حارس بيقابل الفرقه اللي قدامه بيبقى متوقع 1 2 3 4، دول اربع لعيبه بيعرفوا يشوطوا ضربات جزاء، فانا بنسبه 70 80% بذاكر كل واحد بيحط فين الاغلب. واحد زي عبد الرحمن بيشوط قوي جدا، سواء بيحط على يمينه او على شماله، بس في الغالب بيحط على شماله، على يمين عبد الرحمن او على شمال الحارس. فمصطفى راح كويس قوي، بس هو عبد الرحمن غير، مظبوط، هو حطها في النص، عبد الرحمن غير، فهو عشان نزل بدري سنه صغيره لمست ايده. فالاستيميشن ده بيتحدد يا كابتن على حسب متابعتي للعيبه اللي انا بواجهها. انما لو بتلعب بطوله وانت ما بتعرفش اللي قدامك غالبا بتبقى فيها تكهنات وتوقعات ثانيه. ايوه. نرجع للدقيقه 25، اول كره في المباراه وصلت لمصطفى شوبير، كانت كره طوليه من عبد الكريم ناحيه الشمال، راحت الشام كمل معاه وشوبير هنا، يعني هي الكرة بس مش باينة في الأول، شوبير بيتحرك من بدري، كرة نص الملعب وشوبير بيجري من قبل من عند نقطة البنالتي، هي الكرة مش باينة من هنا، بيجري من بدري جدا فمتوقع الكرة رايحة فين، وعنده قراءة للملعب وتركيز كويس جدا. في ناس هنا تقول لك طب هو ما مسكش ليه؟ هو لو مسك هنا اطلع بقى. لا في حاجة، لا في نقطة مهمة جدا، هو هنا بيعمل إيه؟ بيعمل إبعاد للخطورة، إنما لو مسك هيبقى بتمسك خطورة، هنا حد بيديك لغم، فانت ترمي اللغم ولا تمسكه تخليه معاك، الكره ممكن تقع منه في احتكاك وممكن الحكم ما يحسبهاش فاول فتخش، فهو عمل الصح والتصرف هايل في ان هو قدر يغطي ورا الخط ويلعب السهل الممتنع وفي الاخر خد فاول. وكان عنده قرايه كويسه جدا للكره دي، عشان كده بقول لك هي ما بنتش يا كابتن الكره من هنا، ده هي ملعوبه، هي ملعوبه من نص الملعب، كان هو بيجري فكان متوقع الكره رايحه فين، وعشان كده قدر يتعامل. برضه مش هتبان من هنا، هتبان من اول ما الكره نزلت، ولكن بص قبل ما الكره تنزل كان هو فين؟ معدي عند السكس يارد، فده معناه ان هو بيجري من بدري ومتوقع كويس جدا وقدر انه يخلص الخطوره من بدري وياخد فاول كمان، فتتحسب له التركيز اللي من البدايه، لان هنشوف بعد كده الكور اللي جات له وشالها بهدوء كمان. ما انا بقول لحضرتك اهو، لو اتعصب قلش، لو اتعصب وخاف وركز في المهاجم قلش، ممكن هو يلمس قبل او المهاجم يلمس قبل، عشان كده هو راح بكل هدوء وحطها بالراحه، فقدر يتعامل معاه كويس جدا وفي الاخر خد ضربه حره مباشره والكره اصبحت لينا مع ان كان المفروض انها تبقى اوت. الكره اللي بعديها على طول يمكن في الدقيقه 33 الهدف بتاع بيرسي تاو، وهنا طبعا هتكلم على احمد عادل عبد المنعم، انا شايف ان الكره مش صعبه جدا يعني للامانه، بس الكره لحد هنا اصطدمت برجل. بص يا كابتن امتى اقول اصطدمت؟ معلش استنى برجع ثواني، امتى اقول اصطدمت؟ لو الكره عدت المدافع وانا رحت في حته
انما انا لسه مروح انا خدت بس انا بس ايه ارتكست أيه. انما لما تيجي الكره من المواجه يعني من الزاويه دي مش هباء هباء بص هو لسه واقف على رجليه والله تاني ارجع سنه صغيره لحد هنا لحد ما الكره ارتطمت بزميله هو كان لسه واقف على رجليه لسه ما خدش اتجاه اللعب فلما الكره ارتطمت وعدت منه خلاص انا المفروض ان انا حددت هو لسه مرت... اهو لحد هنا هو ايه ثابت خلينا على الصوره دي برضه لسه ثابت على رجليه الاثنين فممكن يروح ناحيه اليمين انما هو خلاص كان خد قرار بدري بقى لما الكره ابتدت توصل له كان حرك رجله الشمال انما طبعا انا شايف ان ردته كانت مش 100% يعني فوزي بقوة. وبعدين كابتن فوزي اتفضل يا كابتن وبعدين المسافه طويله بالظبط هو ده اللي انا بقوله يعني مش مسافه ضيقه ان غيرت اتجاهها هو ده اللي انا بقوله لحضرتك بالظبط ان المساء هو لحد ما عدت من رجله زميله وهو لسه واقف على بص يا كابتن القصه في ايه انا عايز اقف على رجلي عشان اعرف اترمي في الزاويه اللي راح فيها الكوره هو لحد ما الكوره عدت منه من هنا هتبانك هتبان من هنا احسن ايوه من هنا هتبانك بص لسه واقف على رجليه لسه واقف على رجليه ما راحش هنا ابتدى يروح امتى لما الكره عدت كان المفروض يحدد اتجاهها خاصه انها راحت في نص الجون ما راحتش في البعيد تمام بقى الحمد لله في الدقيقه 43 دي بقى الهجمه اللي جايه دي فاول ثواني بص شوبير عايز اوريكم بس في خطوتين هو خدهم في خطوه واحده مزبوط. خطوه جانبيه برمي تاني. ولو اترمى من مكانه مش هيلحق الكوره عمل ايه خطوه جانبيه الخطوه الجانبيه دي راح زايق بالشمال البعيده وبعديها اليمين تاني هو خد خطوه جانبيه الخطوه الجانبيه اللي خدها دي هي اللي خلته هيزق بالشمال وبعدين يفرد اليمين فيقدر يوصل للكوره بكل اريحيه تحس ان هو وصل بكل سلاسه وبكل هدوء مع ان هي فيها شغل حركات رجلين صعب جدا وبنقعد نعلمه كتير جدا للحراس بس ما تخشش في مصطفى او ما تخشش في حارس مرمى النادي الاهلي يعني بص يعني تخش بص مفيش حاجه ما تخش ممكن لو ما شافش لو هو مش شايف الكره من بدري تخش والله هو شايف من بدري لو ما كانش شايف من بدري يا كابتن وراح لها كويس على فكره راح لها كويس انا بقول لحضرتك حركه رجليه هي اللي وصلته اسرع الكره دي ردت الناحيه الثانيه بهجمه لينا وبعدين رجعت علينا بانفراد محمد هاني اتزحلق طبعا زحلقه غريبه راحت ارجع معايا معلش ارجع معلش ثواني 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 لحد هنا لحد هنا تمام هو واقف كويس قوي ماشي الكره عدت من عدت وعبد الرحمن مجدي رايح بص هيلعبه ازاي هيروح يلعبه ان هو هيهاجم عبد الرحمن مجدي هو بيستلم هيطلع لبره فشوبير هيفكر في ايه هيفكر انها ممكن تتعمل بالعرض فيرجع خطوتين عشان يقفل الجون وفي نفس الوقت لو اتلعبت بالعرض يبقى قافل هنا عبد الرحمن مجدي قفل عليه رامي ربيعه فبقى التعامل كله ايه ان الكره هتبقى تحت على المرمى ارجع بقى سنه صغيره كده عشان الحركه دي عملها مرتين هي دي معلش فيها ذكاء من شوبير طبعا ايوه لعب لكن فيها غباء من اسف يعني فيها سوء تصرف من المهاجم يعني لان هو الدقيقه فاضي انا معاك تمام كان ممكن يعني يحطها فيها سوء بس يعني هو ما شافش ليه هو شوبير ثواني ذكي ثواني هو لعبه بص يا كابتن احمد طب ما انا بقول لك هو ذكي هو راح زكي. ورجع زكي. فلما راح ورجع الثاني قال لك ايه طب خلاص هو هيطلع على اللي بره مظبوط فقال لك احطها في طمع. في البعيد لعب بدماغ لعب بدماغ لعب في دماغه الحركتين اللي خدهم في الاول والخطوتين والرجوع صح. هو ده اللي خلى عبد الرحمن يحطها في الحته دي خد بالك بالظبط بس رجع شوبير هو ما هو ده خد بالك ده هي كوره خد بالك ملعوبه في حته سهله يعني تمام لكن الريفلكس الريفلكس ده هو اللي انا لسه هتكلم فيه حلو جدا هو ده اللي انا هتكلم فيه بص يا كابتن احمد بص رجله الشمال هتقلب ازاي هو هيعملها في اخر دقيقه بص ركزوا بس في رجليه الشمال هيقلبها ازاي هو مش هيترمي برجله الشمال هو بعد ما لعبه وخلاص وعبد الرحمن افتكر انه طالع بره بص رجليه الشمال هيقلبها ازاي هو ما اترماش بالشمال هو قلب رجله الشمال تحتيه عشان يقع مكانه عارفين لو حب يترمي يا كابتن يعني لو حب يترمي هياخد مساحه كبيره ومش هينزل تحتيه انما هو لما قلب رجله الشمال لفوق خلى نزوله في مكان الكوره بس في حاجه ساعدت بقى مصطفى فيها الراجل اللي دخل وقفل رامي. على قلت رامي قفل رامي قفل على عبد الرحمن مجدي ما خلوش اللي بقى عنده طريق واحد برضو. كده مصطفى شوبير اطمن لطريق هو كابتن هو اتفضل او علي معلول معايا بعد كابتن انا مع كابتن بص اللي اتعمل ما خلاش تعمل بالعرض فخلاه يبقى في طريق واحد بس اللي هي شوتنج على مصطفى بس وانا مع حضرتك تماما الخطوتين اللي خدهم ورجعهم لا بيلاعب مين انا بتكلم على علي معلول يا احمد بس انا قلت ان لا دخول رامي ربيع ده كان علي معلول دخول علي معلول في الحته دي مظبوط قطع خلى الزاويه خلى عبد الرحمن انه يلعب بالعرض صعب جدا خلى عبد الرحمن وفي حاجه كمان كابتن انه يلعب على الجون بس وفي حاجه كمان بسبب تحرك برضو مصطفى شوبير كان ممكن لو ما اتحركش بالاسلوب دوت كان
جاب الكوره بايده الشمال بس الكوره ما كانش هتقف تحتيه، هتروح الناحيه الثانيه. برافو عليك، كان الثاني كان حاطها بالظبط. صح، عشان كده بقول لحضرتك قلبت رجليه الشمال خلت كل جسمه يبقى متواجد في مواجهه الكوره ويقدر ياخد الكوره دي. طبعا رد فعل كويس جدا، تحركات بالرجلين كويسه جدا، وفي الاخر تكتيك لقلب الرجل والتصدي للكوره ما يعملوش غير حارس مرمى كبير. صحيح. الكره اعتقد كده الشوط الاولاني انتهى، خش على الشوط الثاني. دي الدقيقه 52. ارجع معايا سنه، معلش انا اسف انا اسف. بص اول ما السرو يتعمل المفروض عبد المنعم، بص على شوبير، عبد المنعم يقطع، عبد المنعم الاول شوبير هيطلع ياخد خطوتين هيلاقي عبد المنعم بيقطع، فهيعمل ايه؟ هيقف. منعم قلش هنا بقى، راح رايح مفجر نفسه بكل قوه وكل سرعه وعمل بلوك هايل. ارجع سنه شبه جول الهاندبول، معلش البلوك اللي هو عمله ده، هو طار برجليه الاثنين بيعمل نجمه عشان عشان يقفل اكبر مساحه ممكنه. الجون ده هو الجون الثاني بتاع النادي الاهلي اللي امام هيجيبه. صحيح. وان كان زاويه امام اصعب، يعني دي صعبه على شوبير اكتر من زاويه من حاجات نوير دي امام. بالظبط نفس طريقه نوير بالظبط. لا بس انا هقول لك، انا بص الاولاني، بص التحرك الاولاني كان رايح، لا عبد المنعم خد، راح واقف، راح مكمل بقى بعد كده، خلاص ما فيش، انا هفجر نفسي وخلاص. وده اللي عمله، قدر فعلا ان هو يفجر نفسه ويعمل بلوك هايل، قفل كل زوايا التمرير على ايه؟ عبد الرحمن. بس فاكر هو شال دي زيها واقوى كمان في ماتش ايه؟ في الفاينل. في الفاينل في لا في, في, في قبل النهائي هناك في الفاينل هنا، في الفاينل هنا في مصر، الكره اللي قبل الجون، اللي قبل الجون بتاع قبل الجون بالظبط، هي بالظبط. وشالها في وشالها بس شالها دي بصدره، لكن دي شالها برجله، شالها بصدره برضه بنفس الطريقه. الكره اللي بعد كده انا بس هنا الكره اللي بعد كده الهدف الثاني، هي بقى بص هنا امام هيرقص الراجل طبعا، وقعه كويس قوي، خد تعالى روح تريسه حلو. وبعدين هنا بقى احمد عادل عبد المنعم، بص الفرق بين شوبير واحمد عادل عبد المنعم ايه؟ انا عايز اجيب بس ممكن ترجع لي سنه صغيره، بص هنا وش احمد عادل عبد المنعم هيروح فين؟ مش شايف الكوره ورايح يقفل وخلاص. صح. ورايح يقفل في اتجاه مش بتاع الكوره، المفروض ان انت لما تقفل تبقى مواجه للكوره. احمد خد اتجاه يمين سن، خلى الكوره تسيب مساحه في الزاويه البعيده. تاني هي دي، هيطلع يجري ناحيه اليمين وخلاص، مش على الكوره. عشان كده ممكن لو بيرجعوا بعد اذنك ترجع لي عكس ما شوبير تعامل مع الكوره، عكس ما شوبير تعامل. شوبير راح للكوره مواجه بجسمه كله، فالكوره ايه خدها. وحركات رجل احمد عادل عبد المنعم ابطا بكتير من حركات رجل مصطفى شوبير. مصطفى خد سبرنت عشان يقفل المساحه وقد كان. طبعا هنا هو في الاول وفي الاخر انفراد، بس احنا بنتكلم على طريقه التصدي. اخر اول وفي الاخر امام ضربه الجزاء يعني ماشي كمل. برضو هنا هيبان قوي ان احمد عادل عبد المنعم خاف من الكره، ودى وشه الناحيه الثانيه. انت قلت قبل الماتش، انت قلت قبل الماتش لما تروح لاحمد عادل تأنى اهدى عليه واهدى عليه هتعرف تجيب جول. حصل وده اللي حصل، انت قلتها قبل الماتش. ربنا يكرمك يا كابتن، رافع من عيالي. مش قصده، مش قصدي ماشي. لا قصده. بعد كده ضربه الجزاء، طبعا انا عايز اقول ان ضربه الجزاء شوبير تعامل معاه كويس جدا، بس هو نزل كان لازم يستنى السنه الصغيره دي. بص وعبد الرحمن بيحط، هو كان متوقع دي اللي انا بقول لك عليها، السنه الصغيره دي هيصد حتى لما وقع بدري، لان الكره كانت هتبقى جنبه. بس هو طبعا عمل اللي عليه بنسبه 100% طول المباراه، ولسه هيعمل الاكثر والاكثر، وهيتصدى للكره بتاعت اللي تمنع التعادل. يعني هو لمس، مش اي حد خد باله ان هو لمس اثناء المباراه، بس هو لمس وكان ممكن يطلعها لو كانت مش جزء 100 جزء من السنه. طب صعبه قوي. ماشي انا يعني معاك، صعبه جدا. طبعا الكره قويه خارجه من رجل عبد الرحمن. الكره سريعه، لسه هقول لك الكره سريعه جدا. الكره من رجل عبد الرحمن خارجه قويه، مش ركنها ركنة. لا انا بتكلم كايه؟ كاحمد كنت اتمنى انه يعمل. ماشي، انما هو عمل اللي عليه ثالث ومتلت. ماشي، اخر كره ماشي، اخر كره، كره المباراه وكره الثلاث نقاط. اعتقد انفراد سهل من هنا. ارجع بس معايا واحده واحده بقى كده عشان ايه نتعلم. وش رجله هنا، هو لحد دلوقتي هو قافل كويس قوي، ما طلعش يهاجم ليه؟ لان رامي ربيعه رايح يواجه. طيب هو هنا قبل ما الراجل يشوط سبت وراح عامل ايه؟ فاكرين لما قلت لكم الكره اللي قلب رجله الشمال عشان ينزل تحتيه؟ هي هي نفس الكوره، لانها في نفس القوه ونفس المسافه، فكل اللي يقدر يعمله انه يقلب رجليه تحتيه، وقد كان فارق جسمه على احسن ما يكون، قدر يقف في حته كويسه جدا يقفل المرمى بالنسبه للمهاجم. واعتقد انه من احسن كرات شوبير
من اول ما ابتدى الموسم في التصدي للشوتينج والانفرادات. كره صعبه قوي جدا جدا تحت رجليه وقويه، من اصعب ما تكون على الحال. فبرضو ارجع واقول ربنا يحفظه ومكمل كمان يعني. إيه؟ ورامي اكمل اهو طبعا بينا نكمل معاه وهو كان راح عمل بلوك عليه بالظبط. فطبعا ربنا يكرمه ويوفقه ان شاء الله ويستمر معانا على المستوى ده وربنا يكرمه بالطريقه دي. تدي له نجم المباراه ولا طبعا تدي له كام؟ لا حضراتكم كلها تدوا له نجم المباراه مش انا لوحدي. ادينا له خلاص بصراحه يعني ربنا يكرمه. شكرا يا كابتن والف مبروك للنادي الاهلي، دايما منورنا. الله يعزك. شكرا كابتن.